مش بس طواجين او حاجات خزف او سيراميك، وادي طاجين منع الحسد. كمان عنده منتجات قماش بيجمع ما بين كذا بائع. كمان عنده فواكه دي بنسميها القلة، منتجات عسل وحاجات طبيعية ما شفتوش قبل كده. مكان زوين جدا. اكبر مكان للخزف والحاجات التقليديه المغربيه شفته على الاطلاق في المغرب، في طريقي من اصيله للرباط. ما شاء الله كبير جدا ضخم، كل انواع الطاجين، كل انواع الخزف، كل انواع السيراميك، كل انواع الحاجات القماش كمان المنسوجات. عجبني جدا جدا. اهلا بيكم في فيديو جديد ومكان جديد. انا صورت قبل كده اماكن زي دي على طرق السفر المختلفه وصورت منهم كتير جدا، انما استوقفني المكان ده لانه بجد مختلف تماما. بيجمع ما بين كذا بائع، يعني هنا بيبيع كذا حاجه مش حاجه واحده، مش متخصص في حاجه واحده، ومساحته كبيره جدا وما شاء الله العرض بتاعه هائل. اخي بخير، ازيك يا حاج حسن؟ اخبارك ايه؟ مرحبا بك في بلادك، في بلادك الثانيه. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. هذا بلادكم المغرب، بلادكم الثانيه. الله يخليك يا حبيبي، مرحبا بك. اوصف لنا مكانك، احنا فين بالضبط؟ هذه 19 كيلومتر من العرائش و26 كيلومتر الى اصيل. هفرجكم على مكان مغربي مغربي بقى. يعني فعلا تحس انك زرت المغرب لما تيجي المكان ده. انا شايف ان ما شاء الله انت بتبيع كل حاجه، يعني انت ما سبتش حاجه ما شاء الله. مرحبا. اللهم لا حسد. طواجين، حاجات خزف، حاجات كل خطار، كلش، حاجات قماش تقليديه بتاعت الامازيغ مثلا، المنديل، كلش، كل شيء. طب قول لنا انت، قول لنا عندك المنديل، الشاشيه، الجلابه، اللي بغيتي، اي كل حاجة. كل حاجه. انت حتى كمان عندك فواكه و... كلش و... و... واسمها ايه، البقوليات، كل شيء. كاين كاين الابوكا، البصله، تشيريمويا، المانجا، جميع اي حاجه. المانجا انا شفت دراجون فروت كمان. كاين الدراجون، يعني دراجون فروت قليل جدا بقى لي في المغرب هنا. يلا بينا نبتدي جولتنا عند ابو علي. اول عرض عند الراجل الطيب ده واللي استلهمني هو اللي وقفني هي الاقمشه او بيسموها المنديل والشاشيه والحاجات دي. هنا متعلقه كده في الطريق ومديها الوان جميله جدا وشكلها حلو تشد اي حد معدي، وهو ده اللي فعلا اللي شدني وخلاني وقفت عشان اصوره. فتعالى افرجكم كده، بعد كده ننقل على الفخاريات. الشاشية المغربية. شكلها مكسيكي اكتر منها مغربي متهيألي يعني، بس انا بشوف الشاشية التانية اللي هي بتبقى فيها الوان كتيرة كده زي دي كده، بس دي شدت انتباهي انها فيها ازرق بس، بس حلوة، بس شكلها مكسيكي اكتر يعني، بس مش لاقي عليا، مش حاسس انها لاقيه عليا، مش لاقي عليا الشاشيه المغربيه للاسف، مع انك كنت حاببها جدا، كنت انا هجيب واحده بس لا مش مقتنع.
الطواجين هنا عند الحاج حسن مختلفة يا جماعة، حاجة كده ما شاء الله، أحجام وأنواع وأشكال وألوان وديزاين مختلف. عنده حتى الطاجين الشكل السداسي، ودي أول مرة أشوفها. تعالوا أخدكم بقى في جولة، لأن المكان كبير وضخم من كتر كبره أصريت إن أنا أصوره. نبتدي بالطواجين والفخاريات. الطواجين الضخمة الكبيرة اللي هي العائلية، في السادة وفي المشكل أو المطرز، وفي كمان الملون هناك أهو، ألوانهم جميلة بصراحة. عنده كمان الطنجية المراكشية، ليها كذا مقاس أهو، الصغيرة خالص، الوسط والكبيرة. عنده كمان الزير ده، الأزيار دي أزيار مية، احنا بنسميه زير عندنا في مصر. عنده الفخاريات كمان بتاعت الزينة اللي بتحط فيها إضاءة، وبتحط في الجناين والحدائق أو على الأبواب أو المداخل. دي بنسميها القلة، احنا كمصريين بنحب القلة دي جدا من زمان. مصر زمان كانت بتستخدم القلة وقت لما كان مفيش ثلاجات في مصر، حتى في ناس لسه بتستخدمها دلوقتي، تحط فيها مية تفضل ساعة طول اليوم، ولو لفناها كمان بالخيش هتبقى أسقع وأحلى. هنا على الطراز المغربي، القلة المغربية. عنده كمان أصاري الزرع دي، وساعات بتلون كمان أو بتطلي. طواجين الفخار بقى اللي بيد واللي من غير يد، جميع الأحجام والأنواع والأشكال. أما عن المعروضات أو المنتجات الخزفية اللي معمولة بالسيراميك فحدث ولا حرج، كمية بقى وأشكال وألوان وطرازات أو ديزاين لا نهائي. ما شفتش أنا العرض ده في أي مكان، حتى من الأماكن الكبيرة اللي في مراكش أو كازابلانكا. قصريات السكسو او الكسكس او الكسكسي هنا مختلفة برضو، اشكال بقى والوان واحجام، بداية من اللي قطره 20 سنتي لغاية 50 سنتي. حتى الأباجورة عاملينها بالخزف والسيراميك الملون، لطيف قوي. كمان عجبني الأصعات المرسومة عليها، ودي ديزاين جنوبي أعتقد، قصر قايد بن حدو أو قصر التوريرك، يعني شكل الجنوب. كمان القدور دي بتعمل فيها الحريرة، بيبقى كده وفي الاطباق بتاعته من جوه، بتعمل فيها الحريرة، مخصصة للحريرة، بس ممكن تستخدم لأي انواع شوربة تانية. طبعا في منها اشكال والوان بقى غير طبيعية. والأول مرة في المغرب أشوف طاجين على شكل سداسي أو ثماني، بعد 3 سفريات للمغرب أول مرة أشوفه.
ده كمان سداسي، كمان طاجين على شكل صينية، والثلاثي كمان في شكل تاني للطاجين. يعني بصراحة الراجل ده عنده حاجات جديدة وحلوة، مش بقول لكم مختلف. حتى ده ما شفتوش قبل كده. دورق خزفي بالسيراميك، ولو اتحطت فيه اي حاجه تفضل ساقعه لانه فخار، واحنا عارفين الفخار بيحفظ درجه الحراره. ما شاء الله. يا جماعه الحقيقه يعني من كتر العرض مش عارف اصور ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، وكله احلى من بعض ما شاء الله. وادي طاجين منع الحسد ضد الحسد، اللون الازرق حلو جدا. طيب عارفين دي ايه؟ دي حصالة، حصالة خزف، أول مرة أشوفها في حياتي بقى. صفا سيرفيس، كي تحتاج أي حاجة جديدة هذا مازال ما كايناش في السوق. دي جديدة مش في السوق؟ ما كايناش. أنت أول واحد تجيبها؟ أول واحد. طب بتستخدموها في إيه؟ في الشوربة؟ حريرة وكده؟ كل شيء سيرفيس. كل شيء سيرفيس. سيرفيس جديد هذا. حتى الأطباق عندك مختلفة يعني الأطباق نفسها مختلفة. هذا ما يمكنش، هذا كيدي 3 ساعات وهذا 3 ساعات. مش كيتعدل. فعلاً. مش يجيب حالها. عشان يتعمل كده بياخد 3 ساعات وثلاث ساعات شغل. هي 6 ساعات مش كيدي نص ساعة. 6 ساعات كاملين. جاي هذا. شوف ده الالوانهم حلوين. اصعب الحال باش تصاوب انت هذا. خدم بحال دابا هذا عشان يطلع الشكل ده. باش يطلع الشكل. ما شاء الله. ما شاء الله. كمان عنده الحاجات اللي معموله من الخوص او القصب او الرتان. حاجه جميله ومتنوعه، هي مش كتير بس موجود عنده. أبو علي كمان بيبيع جلابات، جلابات مغربي. راجل جميل بصراحة، عنده كل حاجة. أبو علي كمان بيبيع فواكه، بقوليات، منتجات عسل، زبنة، زبدة، سوبر ماركت متكامل ما شاء الله. حمص وفول ولوبيا وعدس، وعدس بجميع انواعه، فاتح وغامق، عدس اخضر، حتى كمان عنده دراجون فروت، وعنده فاكهه كده غريبه مش عارف اسمها شبه البرتقال، قولوا لنا انتوا في التعليقات دي اسمها ايه. كمان عنده مانجا، ومانجا ريحتها حلوة جدا مختلفة.
عنده عسل طبيعي، عنده عسل بالأعشاب، وعنده عسل بحبوب اللقاح، وعنده عسل خام. أبو علي كمان عامل ركن للبصل. نظرنا بقى مش حرمنا من حاجة. أبو علي مكانك جميل جدا ومميز جدا ومختلف. متشكر جدا على الجولة الجميلة دي، ومتشكر على حسن استقبالك. متشكر جدا. شكرا. الله يخليك.